طفي انفخ الشمعة. انت مش مسيطر، انت مش مسيطر. ماشي. ماشي، هنبتدي سلسلة مختلفة شوية. احنا كنا ابتدينا ندرس عهد قديم، والشهر ده هندخل في سايكولوجي. شماس مايكل النهاردة هيكلمنا عن سايكولوجية وفروق بين الراجل والست. الحاجات دي كانت في مشاكل كتير بتقابلنا في التعامل مع بعض. فالعنوان النهاردة بيقول أولاد آدم وبنات حواء. فانتوا جهزوا عملوا فريقين علشان لما نعرف نتخنق نبقى جاهزين بالخناقة، ونشوف مين اللي هيكسب في الفريق ده. أبونا هيباركنا وابتدينا المحاضرة، وبعدها مايك ليبتد. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. السلام، تفضل حبيبي. صباح الخير عليكم. اللي مننا بيقرا الكتاب المقدس زي ما ابونا قال لنا في العظه النهارده هيلاحظ حاجات كتير قوي، وكل مره يقرا فيها اكتر هيلاحظ حاجات اكتر ويدخل في العمق اكتر ويفهم حاجات ما كانش فاهمها من الميت مره اللي فاتوا. يعني ممكن المره 101 لقرايتك للكتاب تاخد بالك من حاجات ما كنتش واخد بالك منها من المره رقم 199. اوكي. في سفر التكوين، حد يعرف ربنا خلق العالم في كام يوم؟ سبعة ولا ستة؟ ستة واليوم السابع. طيب، وخلق آدم في اليوم الكام؟ السادس. طب كان في خمس أيام قبل آدم ربنا بيعمل إيه؟ بيعد كل حاجة علشان خاطر تبقى جاهزة لما آدم يوصل، يبقى كل حاجة جاهزة ليه ان هو يقدر يعيش. ابتدى يعمل النور، ابتدى يعمل السماء والارض ويفصل ما بين المية اللي فوق والمية اللي تحت، يعمل الجلد. فابتدى يحط نظم وقوانين الطبيعة اللي هيمشي عليها العالم خلال الازمنة اللي جاية دي كلها. وبعد كده ابتدى يعمل النباتات، وابتدى يخلي المية تفيض زحافات، يعني اول مخلوقات كده خارجة من المية، وبعدين الزحافات ابتدت تكتر وتكبر وتخرج برا المية، ويبقى فيه دواب ويبقى فيه حيوانات وحيوانات مفترسة. وآخر الكل خلق آدم وغرس ربنا جنة عدن علشان خاطر تبقى دي المكان اللي يعيش فيها آدم. طيب، آدم لما اتخلق ربنا قال له يعمل حاجة ولا هو ما كانش له شغل؟ حد يعرف؟ لما آدم اتخلق هو أول شغلانة قالها الكتاب المقدس لآدم قال إيه؟ وضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. يعني أول شغلانة لآدم إن هو روح أدي جنة هي كاملة متكاملة، ربنا اللي عاملها بإيده غرسها، ومطلوب منك إنك إيه؟ تعملها وتحفظها، تحافظ عليها، ترعاها، تاخد بالك منها. دي شغلانة آدم. آدم لسه جاي ما يعرفش حاجة خالص، بس طلبت منه المسؤولية ان في حاجة حلوة قوي اهي، خد بالك منها، ارعاها واحفظها. تاني حاجة لما جاب له الحيوانات ادعوها باسمائها. طيب، فآدم لما ربنا خلقه الاول وبعد كده خلق حواء. طيب، ايه الفكرة؟ ليه ربنا يخلق آدم الاول ويسيبه شوية وبعدين يقول له خد ارعى واحفظ جنة عدن، وبعدين ادعوا الاسماء الحيوانات باسمائها، وبعدين حواء؟ ربنا كان بيدرب ادم ازاي يعرف يتعامل معاها، يجهزه هو الاول. ما انا لو على طول ادي ادم وادي حواء ولسه هما الاثنين ما يعرفوش حاجه ممكن يحصل صدام مبكر.
إنما ربنا بيظبط الأزمنة وفي الوقت المناسب بيعمل الحاجة بحيث يكون ده أفضل حاجة خالص. طيب هل آدم كان زعلان أو بتواجهه مشكلة قبل خلق حواء ولا كانت الدنيا كويسة معاه؟ كان وحيد. ده ربنا قال إن هو ليس جيدا أن يكون آدم وحده، يعني آدم كان بيبص على كل اللي حواليه، كل حاجة، يعني الحيوان ذكر وأنثى، الراجل ومراته، بس أنا فين؟ أنا ليه ما فيش ليا معين نظير؟ أنا لوحدي. فالشعور بالوحدة قوي ده خلى آدم يحس إن هو إيه؟ أنا لوحدي، أنا محتاج حد معايا. واللي خد باله من الكلام ده ربنا، بس ربنا عارف، يعني ربنا ما تفاجئش إن آدم وحيد. ده أنا قاصد إنك تيجي هنا الأول عشان تتدرب وتتهذب وتتعلم وتحس بمرارة وحدتك من غيرها. أوكي؟ طيب فلما آدم جهز في ملء الزمان بالنسبة لآدم إن هو يستقبل حواء، ربنا بعت له حواء بالطريقة اللي احنا عارفينها وقريناها في الكتاب المقدس، وأخذ الرب الإله ضلع من آدم وبنى عليه، بنى ده يعني ممكن يكون الضلع ده هو المادة الخام لكل حواء، يعني مش ضلعه بعد كده جاب، ما نعرفش إذا كان جاب طين ولا لا، بس الكتاب المقدس قال بنى الضلع ده امرأة. أوكي؟ وأنا متوقع أن يكون متساب ندبة كده في جنب آدم، يبقى دايما حاسس أن أهي الجزء اللي ناقص مني أهو، ده هي دي اللي بتكمله. طيب فالمرأة لما جت كانت لسه ما اسمهاش حواء، سماها حواء بعد السقوط لأنها أم كل حي، إنما كانت في الأول امرأة لأنها من امرئة، من امرئ أخذت. أوكي؟ طيب هي جاية لسه مش عارفة حاجة، وآدم عارف كل حاجة، عارف كل شبر في الجنة، ده هو اللي كان بيرعاها ويحفظها. فأي مشكلة بتقابلها تسأله، أنا مش عارفة أمشي إزاي، مش عارفة أوصل إزاي، فهو كان بيحللها مشاكلها. في نفس الوقت هو قبل حواء ما كانش في حد يحلله مشاكله، ده هو كان لازم يحل لنفسه كل مشاكله، وكان لما يبقى في مشكلة هيقعد مع مين يتناقش فيها؟ مع نفسه، بيقعد لوحده يفكر فيها لحد لما يلاقي لها حل، وبعدين يخرج للدنيا تاني يكمل حياته. إنما هي الوضع كان مختلف، هي ما كانش فيه ولا يوم ما كانش فيه معاها معين نظير، هي جاية على وجود آدم على طول. ربنا لما ادى الوصية، سفر التكوين بيقول لنا إن ربنا ادى الوصية لآدم، وآدم من خلال وجوده مع حواء هو اللي علمها الوصية، هنأكل من كل الشجر ما عدا شجرة معرفة الخير والشر. أوكي؟ طيب مرحلة السقوط، الحية الشيطان في سفر الرؤيا بيقول عن الشيطان الحية القديمة المدعو إبليس. أوكي؟ فالشيطان ما دخلش لآدم، لو كان دخل لآدم وقال له هو ربنا قال لك ما تاكلش عشان كان يمشي يرد عليه ويمشي أصلا، ولا هفتح معاك كلام، بس هو دخل لحواء عن طريق ذكي جدا، مش شيطان ذكي جدا، دخل عن انه يقول معلومة غلط ويخلي حواء تصلح له المعلومة الغلط. فالشيطان سأل حواء سؤال خبيث جدا، بيقول لها أحقا قال لك الله أن لا تأكل من كل شجر الجنة؟ يعني هو الشيطان مش عارف؟ ما هو عارف، طب ليه عمل تويست كده، غير في السؤال علشان خاطر يبتدي كلام معاه؟ فهي هتفكر لا ده الكلام ده مش مظبوط، لا ده هو قال لنا ناكل عادي من كل الشجر، ابتدى الحوار مع الشيطان. علشان كده الاباء يقولك ما تبتديش حوار مع الخطيه، ما تبتديهاش من الاول خالص، من الاول خالص لو وقفتها من بابها وما اتكلمتش معاها خلاص انت في امان، انما هتبتدي تاخد وتدي معاها ما تجربش نفسك، مش هتقدر. طيب فحواء كانت بتصحح للحية وبتحاول توعيها وتطور المعلومات الخاطئة المغلوطة اللي عند الحية وتقول لها لا انت غلط، ده صح كذا وكذا. فبيقول الحية قالت لها ايه؟ لا ده انتوا لو كلتوا منها هتصيروا مثل الله، عارفين الخير والشر. قال لها بجد؟ طب ما حلو ده، طب ما نجربه ده. وابتدت تاخد وتجرب
وواضح انها لما اول ما اكلت ممكن يكون عرفت حاجه او حصل حاجه. طب ما انا ما متش، هو مش ربنا اي الاول ما هتاكله موتا تموت، انا لسه عايشه. طب ما يبقى كده الحي عندها حق، طب ما اروح اطور ادم واخليه ينمو كده في مهاراته ويبقى عارف اكتر. خد يا ادم انا ما متش. كل خدوا بالكم من حاجة، ان الخطية الاولى خالص بتاعت ادم وحواء انهم كانوا عاوزين يبقوا زي ربنا، والحقيقة قالت لهم لو كلتوا هتبقوا زي ربنا. عارفين الخطية بتاعت الشيطان قبل السقوط؟ تكبر، كان عاوز يرفع كرسي فوق كرسي ربنا. خدوا بالكم من النقطة دي. النقطة اللي بعدها، ادم وحواء كانوا عاوزين يبقوا يلا مثل ربنا. كان البابا شنودة ربنا ينايح نفسه يظهر فكر مبتدع عن تأله الإنسان، مفهوم خاطئ عن تأله الإنسان، فيرد على الكتاب بالكتاب، يرد على الفكر بفكر، ونزل كتاب الجزء الأول تأله الإنسان، المفهوم المسيحي مش مفهوم الحية. يجي ناس تانية يبعدوا ويقولوا مفهوم الحية ده احنا بقينا آلهة. المفهوم المسيحي مش كده، ده مفهوم الحية اللي انت بتقوله، المفهوم المسيحي. فالبابا شنودة ينزل الجزء الثاني. أدعوكم كلكم تقروا الكتب البابا شنودة في الموضوع ده. طيب وبعدين في حاجة تناستها الحية. طب ما الكتاب كان بيقول إن ربنا لما جه يخلق الإنسان خلقه إيه؟ كشبهه كمثاله. طب ما هو من الأول ربنا مديلك النعمة دي، أنت عايز إيه تاني؟ عايز زيادة؟ عاوز أكتر؟ عاوز اللي مش مسموح لك؟ عاوز أعلى؟ كل دي أخطاء وقعوا فيها أدم وحواء. طيب المواجهة بقى اللي حصل بعد كده، أن ربنا جي قال للحية إدها عقابها، ولحواء قال لها تكثيرا أكثر أتعب حبلك بالألم والوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وجي راح لآدم. الموقف ده برضو لما نيجي نقرأ كتير وكتير ممكن نفهم منه شوية حاجات مع كل مرة نقراها. هو فيه مواجهة ولوم لآدم، انت ليه أكلت من الشجرة؟ فآدم ايه؟ وخدوا بالكم اللي آدم هيعمله كل بني آدم، كل ولاد آدم بيعملوه لحد النهاردة. قال له ايه؟ اول حاجة قال له، اول كلمة قالها له، المرأة. يعني ايه؟ مش انا، ده المرأة. دفع عن نفسه، بيدفع التهمة عنه، وبعد كده هيعمل حاجة غريبة قوي. الكلمة اللي بعدها ربما يكون فيها نوع من المهاجمة بقى، من الهجوم. التي أنت جعلتها معي، يعني مش أنا، أنا بدفع التهمة عني، دي المرأة، وعلى فكرة اللي أنت جعلتها معايا هي اللي خلتني آكل. ده أنت بتهاجم ربنا؟ هو دي طريقتك؟ يعني أي حد هيلومك هتدفع عن نفسك وتهاجمه؟ طيب فربنا قال له آية في سفر التكوين، لأنك سمعت كلام امرأتك وأكلت، إلى آخر، وأملعون الأرض بسببك وإلى آخر. ومن ساعتها معلش أنا آسف، يعني أنا آسف في تأمل ظريف هنا. أحد الآباء قالوا قال ايه اللي خلى حواء تاكل من الشجر؟ هذا الحيه بس ولا ادم ليه ذنب فيها؟ قالوا نتيجه انه ادم ترك حواء. راح فين ادم؟ راح فين عشان حواء تنفرد الحيه تنفرد بحواء؟ ادم راح فين؟ ودي اللي بيقال عليها بعض الآباء، قال إنه بعض الآباء بيتركوا زوجاتهم مش بياخدوا بالهم منها، بيتركوا الترك ده بيسيبوه للشيطان، الترك ده بيسيبوه للشيطان، فيقولوا مراته عملت، مراته سوت، بنته سوت، بنته عملت. ليه؟ لأنه سابها. ففي عيب على آدم. أنت يا آدم أثناء ما أخطت هوا أنت كنت فين؟ الحاجة الثانية، الحتة اللي بيقول عليها أخ مايكل، إنه لما بيقول له أنت كلت ليه؟
راح مش يقول له انا اسف واخد بالك، لا قال له الحوة اللي انت جبتها، يعني استذنب ربنا. وما زال زي ما بيقول اخ مايكل الحته دي فينا، اصل ربنا عاوز كده، ربنا اراد بكده، وربنا اراد بانك انت تخطئ، وربنا اراد بانك انت تعمل الجريمه دي، ولا هو ربنا عامل كده، ربنا عامل كده. لا، ربنا غير مجرب بالشرور، غير مجرب بالشرور. لما نتامل في قصه ادم وحواء لنا حاجات عجيبه جدا، خلقها من ضلع من اضلاعه، الأرض يعني في الوسط، لا خلقها من رجليه ولا خلقها من راسه. لو خلقها من راسه هتتكبر عليه، ولو خلقها من رجليه هتبقى تحت قدمه تحت رجله، فخلقها من الوسط عشان يبقى جزء منه في حياته. متفاهمين؟ في اي اسره متفاهمه مع بعضها، الاب والام متفاهم بيقول كل حاجة. يعني هي لو بس هو دي لو حية استشارت آدم، تفين يا آدم دي حوة بتقول كذا وكذا وكذا، هو فعلا زي ما بتقول، خلاص تحلق المشكلة. ودي بتيجة نتيجة ان الزوجة بتخبي عن الراجل، والراجل بيخبي عن الزوجة، الراجل بيبعد عن الزوجة، بيتفهمش معاها، الزوجة بتبقى بعيدة عن الراجل، قلبها بعيد، فكرها بعيد، حياتها بعيدة، واخد بالك؟ فدي اللي بتؤدي إلى المشاكل. فعشان كده بيقول أخ مايكل، كل ما تقرأ في الكتاب المقدس، كل ما هيتكشف ليك الكتاب المقدس في حاجات كتير جدا. أنا معلش، أنا اللي خلاني أنا تأثرت واتكلمت عن كلمة ربنا في الكتاب المقدس النهارده، كان الأسبوع ده أسبوعين دول من أول يناير لغاية 11 يناير قريت 6 أسفار من الكتاب المقدس، أتوا كلهم مرة واحدة، التكوين والخروج والتثنية والعدد واللويين، واخدين بالكم، ويشوع، ودخلت في قضاء أولى. اتكشفت لي لما أنا قريته مرة واحدة، أنا كنت أستثقل العدد والتثنية واللويين على أنها كلها أسماء وكلها حاجات، فكنا بستعديها بسرعة. المرة دي أنا بديت أقرأ بفهم شوية، اتكشفت لي حاجات كثيرة جدا، صدقوني يا حبيبي اتكشفت لي حاجات أنا بستعملها وبقولها من 65 سنة، بقولها اتكشفت لي النهاردة اليومين دول. فعشان كده أنا كنت متأثر جدا بقراية الكتاب المقدس، ومتأثر جدا بأنكم تقروا الكتاب المقدس. ففكرة حلوة الأخ مايكل المسكينة دي، من أول التكوين والعهد القديم بيفهموا، يريد تمشوا في السلسلة دي على طول يا أخ مايكل غير ما يتفهم الكتاب المقدس، بس مع القراية، مع القراية. ربنا معك. أنا أسف. شوف أبونا ببساطة قال لنا حاجة كان ممكن بعد المرة 200 للكتاب المقدس ناخد بالنا منها، كان فين آدم لما كان اتحول وحده. طيب، فلما ربنا قال لآدم لأنك سمعت القول المرأة، من ساعتها لحد النهاردة لما يجوا الدكاترة بتوع الاستشارات الزوجية يسألوا الست ايه المشكلة مع جوزك، اول كلمة بتقولها اكتر مشكلة بتتقال ما بيسمعنيش، ما بيسمعنيش. دي آدم سمعها زمان لأنك سمعت، دخلت في دماغه ولكل اولاده بعد كده. مشكلة حواء انها كانت عايزة تصلح الغلط وتطور اللي مش متطور بالنسبة لها، تطور الحية وتطور آدم. طيب، ففي شوية بقى قوانين وصفات حصلت لما خرجوا هم وبعد كده بقى معهم اولادهم برا جنة عدن، شوية صفات بقى كده حصلت. تعالوا نتكلم الاول عن صفات اولاد آدم. اول حاجة مواجهة وحل المشاكل بنفسه. آدم لما كان عايش لوحده أي مشكلة بتقابله هو بيقعد مع نفسه بيحلها. تاني حاجة يحب يوصل للنتيجة، هي دي النقطة اللي ترضيه. لما أحل مشكلة أيا كانت، مش لازم تكون مشكلة اجتماعية، ممكن العربية عطلانة بس أحلها بنفسي، أول ما يوصل للحل النتيجة المرجوة هو كده تمام. تالت حاجة
لو مش هيعرف يحلها وهيروح لشخص تاني يحل له المشكله دي، اول حاجه نظرته لنفسه انا مش قادر احل المشكله دي، فشويه بيزعل من نفسه. تاني حاجه الشخص اللي انا رايح له ده اكيد انا شايف فيه ثقه وحكمه وخبره كافيه انهم يخلوه يحللي مشكلتي انا. وعلى العكس لو بني ادم اولاد ادم حد منهم جاله حد مشكله بيقول انا مش عارف اعمل فيها ايه، على العكس زي ما هو لما بيروح لحد ادي حد جاي له، هو هيعرف ايه ان الشخص ده شايف نفسه ابتدى يزعل من نفسه عشان مش عارف يحلها لوحده، وكمان شايف فيا الثقه والخبره والحكمه والذكاء ان انا اقدر احل له مشكلته، فبياخد الموضوع بمحمل جد جدا. طيب طبعا احنا بنتكلم على الناس الطبيعيه اغلب الناس. طيب حاجه تانية، طالما شغال سيبه شغال ما تلعبش فيه. يعني مثلا حاجه بايظه بس عربيه محتاجه تغير قطعه بس مش بتدور، بتدور خلاص سيبها مش هعمل فيها حاجه لحد لما تبوظ خالص ابقى ابتدي اصلح فيها. وهلم جرم بقى في كل حاجه، يعني في الحاجات وفي اللمبه المحروقه بس اللي جنبها شغاله مش بتنور، لما الاثنين يتحرقوا هبغيره، وحاجات كتير. وبرضه في العلاقات الاجتماعيه وفي العلاقات الاسريه، طول ما هي الدنيا شغاله سيبها شغاله. طيب اسعد لحظات اولاد ادم لما يحل مشكله، حاجه جميله جدا، لما يكسب سباق تنافس مع ناس كتير وهو اللي يكسب، شعور مرضي جميل. وحاجه كمان لما يحقق هدف، تحقيق الهدف ده تنافس بس مع نفسه، هعرف اعمل حاجه صعبه، حاجه تشالنج جدا وهقدر اعملها، هفضل وراها لحد لما اجيب شهاده محتاجه مذاكره او امتحان صعب وهعمله على كافه المستويات. طيب طيب ادم بيحب يقضي وقت مع نفسه، ودكاتره الاجتماع وعلم النفس بيسموه بيدخل جوه الايه الكهف بتاعه ويقفل. فادم تلاقيه عادي جدا مفيش حاجه حصلت، ايه اللي حصل ودخل جوه الكهف وقافل، بيقضي وقت مع نفسه بيفكر في مشاكله بيحاول يحلها. طيب الجهه الثانيه بقى حواء وبناتها، يحبوا التطوير ويحبوا النمو، الحاجه حلوه يفكروا ازاي يخلوها احلى، الحاجه وحشه ازاي يفكروا يخلوها حلوه. طيب والكلام ده مع نفسها ومع احبائها ومع اصدقائها ومع شريك حياتها ومع اولادها، كل ده صفه عامه في حواء. وبتحب تشارك مشاعرها ومشاكلها مع احبائها، يعني ممكن تبقى حواء عاوزه تكلم صاحبتها او جوزها او وتحكي لها كل المشاكل اللي عندها، والطرف الثاني لو حواء هتسمع، لو ادم خلينا نشوف. طيب فزي ما ادم بيحب يقضي وقت مع نفسه، حواء بتحب تقضي وقت مع الاخر، مع ادم او مع صديقتها. طيب دكاترة او المتخصصين في العلم النفس والاجتماع والاستشارات الأسرية، زي ما قلت لما جم سألوا ايه مشكلتك يا حواء، ايه مشكلة الزوجة مع الزوج، اول حاجة انا عايزة احكي، عاوزة اتكلم، عاوزة اتكلم عن مشاكلي والحاجات اللي بتشغل بالي، عاوزة حد يسمعني ويحس بيا ويتعاطف معايا، مش عاوز حد يقاطع، وعاوز اطور وانمي المكان اللي انا عاوزه فيه، اللي انا عايزه اعيش فيه. طيب لما نيجي نشوف الكام نقطه اللي قلناهم دول ونروح لادم ونقول له شفت هي بتعمل ايه، انت شايف ايه من وجهه نظرك انت؟ فمن وجهه نظر ادم او بني ادم الزوج هيبص وهيقول ايه، لما بتقول مشاكل يبقى عايزه حلول، يبقى انا جيالي بتثق فيا، انا مسؤول عنها، هي شايفين ان انا مسؤول عنها وانا اهل ثقتها واهل حبها، وان انا المفروض اقول لها حلول فورا، ما خليهاش تقعد تطول كتير في الحكي، لا المشكله كذا حلها كذا. طيب لما هي بتكمل حكي عشان هي عايزه تتكلم وعاوزه تحكي وعاوزاه يحس بمشاكلها ويشاركها، تشارك معاه مشاكلها،
فهو بيفتكر حاجة من اتنين، يا إما التفاصيل اللي هي بتقولها دي ضرورية لإيجاد الحل فيبتدي يفكر أكتر، يا إما الحل اللي قاله في الأول ما كانش مش عجبها مش مرضي بالنسبة لها، فيحس بحاجة من اتنين، يا إما المفروض يكمل ويقول حلول، يا إما أنا ما عنتش أهل للثقة اللي هي مديهالي، أنا مش عارف أحللها مشاكلها، فيبتدي نظرته ليها ولنفسه تقل، مشاكل بتبدأ، في حين أن ده في دماغه هو بس مش في دماغها هي. فلما يحسها بتكمل بيحس أنها بتقاوم حلوله. طيب ده كده لما خدنا حواء الأول وإزاي آدم شايفها، ناخد آدم ونشوف إزاي حواء شايفها. طيب هو جوه الكهف وقافل على نفسه معظم الوقت، الكهف ده مش مكان وقافل عليه على قد ما هو قافل على حواسه، انت قاعد معانا بس مش معانا، انت موجود بجسدك بس مش بذهنك، لما بكلمك حتى ممكن تكون باصص لي ومش شايفني. طيب 95% من تفكير الزوج بيبقى موجه لحل مشاكله، وغالبا بتبقى اكبر مشكله هي الاول وبعدين اللي بعد كده، وعايش بقيه حياته كلها وسايق وقاري ومتكلم مع اولاده ومع مراته بال5% تركيز. يعني لما زوجه تكلم زوجها وهو بعد ما تخلص يسالها سؤال هي لسه مجاوبه عليه، يبقى يعني ممكن تكون بتحكي له هناكل ايه النهارده وطبخت ايه وعملت ايه، وممكن بعد ما تخلص وهو باصص لها يقول لها يسالها سؤال وهي تتنرفز ويبقى مش عارف هو عمل ايه غلط، هناكل ايه النهارده، انا كنت بقول ايه دلوقتي، ما انا كنت لسه بقول لك. طيب بيخرج نفسه من صفات ادم، بيخرج نفسه من المشاكل الكبيره اللي مش عارف لسه يلاقي لها حل بمشاكل اصغر يحلها وينتصر فيها، بتنافسات اقل يحلها ويكسبها، باهداف اقل وينتصر فيها. زي ايه تنافس او حل المشاكل اصغر؟ معظم الرجاله يحبوا يتفرجوا على كوره، ماتشات الكورة، ويقعد ويشجع فريق ويبتدي يقول حلول، ما تنزل فلان باصي دلوقتي، ما طب انت ليه بتعمل كده، بيحل مشاكل اصغر، ده طبيعي جدا في كل الناس، تلوش انتوا كويسين. طيب فرياضة يتفرج ويحل مشاكل الناس، يقول رأيه وحلوله في الحاجات السياسية لو هيتابع اخبار سياسية، او يدخل سباقات ويكسبها، يلعب دومينوز مع اصحابه، يسولف تشيس بازلز، يلعب شطرنج كده حاجات صغيره ويكسبها، ودي تخليه انا باخد مخدر من افضل من مواجهه المشاكل الكبيره دي. طيب هي بقى لما بتشوفه بيعمل كده بتبقى شايفاه ايه؟ يعني كده نحط نفسنا مكان حواء، هي شايفه ادم دلوقتي بيعمل ايه؟ باعد عني، بيبعد عني، قافل على نفسه، مش عاوز يقعد معايا، في مشكلة فيا؟ طب ليه مركز معايا بجزء صغير من تركيزه؟ سمعت عن موقف حاصل ان واحدة كانت بتحكي ازاي لجوزها ازاي عمل التورتة، وبتقول له جبت اللبن والزبدة وجبت، ولاحظت ان هو مش مركز معاه، وجبت 4 بيضات وثلاث فرخات ومكمل، وهو بالنسبة لها ايه؟ جميل قوي، طعمها حلو قوي، انت ما بتاخدش بالك انا بقول ايه اصلا، انا واخد بالي ايه اللي حصل، لا ما خدتش بالك، وهو لحد هذه اللحظه مش عارف هو غلط في ايه وهي اتضايقت ليه. طيب لما بتحب زي ما قلنا بتحب تنمي وتطور اللي حواليها من ضمنها زوجها عشان هي كير اباوت هيم، هو بيقابل الكلام ده بان انت بتحاولي تتحكمي فيا، لا مرفوض، فهي لا ده هي عشان بتحبك بتحاول تخليك افضل، هي دي طريقه بنات حواء، ده العادي ده الطبيعي، وهو بالنسبه له لا ما اسمح لكيش، فبتبتدي مشاكل. اللي هي ازاي المشاكل؟ دفاع الاول ثم ايه؟ هجوم اتاك. طيب موقف خلينا نذكره كده ونشوف ايه المشكله اللي حصلت هنا ما بين الزوج ومراته. هو سايق وهي معاه رايحين مكان حفله كذا حد هيروحوا من القرايب والاصدقاء، وبعدين هو تاه، وبعدين مش عارف يوصل، وبعدين مصمم ان هو ما يشغلش جوجل مابس، مش عاوز مساعده،
وبعدين هي بتقول له ممكن لو سمحت تتصل بفلان يقول لك توصل ازاي علشان هو زمانه وصل. قوم هو فضل دخل جوه الكهف وقفل على نفسه، وهي ما قالتش حاجه غلط، هي بتحاول تنصحه وهي عندها حق. بس هو ايه اللي شافه؟ هو فشل في ثلاث حاجات. اول حاجه الوصول للهدف تاه، تاني حاجه لما حاول ومعرفش يوصل معرفش يحل مشكلته بنفسه، محتاج حد تاني يحلله، تالت حاجه التانيين المنافسين وصلوا قبله. ده هو فشل في المنافسه وشاف وفشل في حل المشكله وفشل في الوصول للهدف. بالنسبه له ده حتى لو هو مش حاسس هتلاقيه خلاص اليوم كله قفل معاه. طب هي تعمل ايه؟ ربنا يديها الحكمه انها تتعامل معاه في الموقف ده رغم انه ما فيش حاجه. بس ازاي الشيطان بيدخل لنا من حاجات بسيطه واختلافات بسيطه وممكن يخلي العلاقات الجيده تتغير وتختلف ويبقى في مشكله وانا مش فاهم انا عملت ايه وهي مش فاهمه هي عملت ايه والشيطان دخل من النقطه دي. طيب فلما نفهم الحاجات دي بنبقى فاهمين نفسيه بعض، نبقى عارفين ده الطبيعي. طيب نقطة كمان، زهقتوا ولا كمان شوية صغيرين؟ كمان؟ طيب ضغوطات الحياة، ازاي هو بيتعايش مع ضغوطات الحياة وازاي هي بتتعايش مع ضغوطات الحياة؟ هو زي ما قلنا بينسحب، في ضغوط ينسحب، يدخل الكهف ويقفل، يفكر في حلول لما يلاقيه يخرج. ماجي بتقول يفتح التلاجة، برافو، النقطة دي مش موجودة في الكتب بس موجودة في الحقيقة. صح جدا، صح جدا. طيب ولو الضغوطات كبيرة يدور على ضغوطات أقل ويحلها ومشاكل أقل ويحلها. طيب لما تفكيره يبقى 95% في المشكلة و5% في اللي حواليه في أسرته بيبقى نساي، تقول له الحاجة وتطلب منه الحاجة وينساها وتطلب منه تاني وينساها تاني، ويقول دي أول مرة أسمع منك الموضوع ده، وهي دي تكون مثلا 10 مرة ولا حاجة. طيب وغير متجاوب لما تكلمه أو تقول له مشاكلها، يا اما يحل ويمشي يا اما يحل ويقفل. يعني خلاص انا قلت لك الحل انا مش معاك، انا واقف بس باصص كده، انما انا مش سامع اصلا بتقولوا ايه. طيب المشكله في موضوع الرياضه، سواء فريقه كسب وفرح او خسر وزعل، في الحالتين هو خلاص بقى كويس وشعر بالرضا ان هو ابتدى يحل شويه مشاكل صغيره، نزل ده وبصل ده وشوطه. اوكي طيب هي بقى ضغوطات الحياة بتبقى مشوشة، عاوزة تتكلم في كل المشاكل في وقت واحد بغض النظر عن الأولويات، المشكلة الكبيرة وراها الصغيرة وراها مش فارق معانا الأولويات. الراجل شوية الكبيرة، المشكلة الكبيرة هي أكتر حاجة بصص عليها 95% من تركيزه. طيب لو متضايقة بتبقى متضايقة من كل حاجة حواليها، انا متضايقه كل حاجه حواليا والترابيزه مش نظيفه وفي حاجات واقعين في الارض والعيال مش عارف ايه وانت عامل ايه، من كل حاجه في وقت واحد بقت متضايقه خلاص. طيب حاجات تانية بقى، تفتكر المشاكل القديمه اللي اتحلت والمشاكل الحاليه والمشاكل المحتمله في المستقبل، وتفتكر مشاكل ملهاش حل، ملهاش حلول. فيبقى الراجل واقف، طب دي مشكلة ملهاش حل انا احلها ازاي؟ مطلوب مني انا احلها؟ هي مش مطلوب منك، مطلوب منك انك تسمعها بس ما تحلش. هو بالنسبة له ايه؟ انا كده مش اهل لحبك او لثقتك. طيب طبعا مشكلة كبيرة لما هو بيكون سماحها بالخمسة في المية التركيز دي بتبقى بتقلب بعد كده الدنيا صعبة. طيب هو بيحس باللوم ان هو مش قادر يحللها مشاكلها، وهو هي معتبرين ان انا مسؤول عنها، انا ليه مش قد المسؤوليه؟ انا غير كفء ليها. طيب تعالوا نشوف حلول. كفايه بقى في التكلم عن المشاكل، نتكلم عن حلول شويه. نتكلم عن حلول المره الجايه ولا نكمل؟ نكمل. طيب اول حاجه لازم نتصارح مع نفسنا، الراجل يفهم نفسه ويفهمها والزوجه تفهم نفسها وتفهمه. بعض الرجال مش عارفين هم قد ايه بقوا جوه في عمق كهف جوه كهف جوه كهف، وكل مره وكل مشكله بتضاف بيدخل جوه الكهف التاني والتالت ويقفل على نفسه، وما بقاش عارف هو قد ايه بعيد عن زوجته واولاده وسايبهم زي ما ابونا قال سايبهم للحيه هم اللي يسمعوا منهم ويكلموهم. طيب
لما هو يدرك ان انسحابه المستمر وبعده المستمر ده بيضر بيته، هيبتدي يدرب نفسه انه يرجع، ويدرب نفسه انه يسمع، يدرب نفسه انه ما يتكلمش بحلول مش مطلوبة، مش مطلوب منك، حس واشعر باللي هي بتتكلم فيه بس، مش حاجة تانية. طيب لما انت يعني لما هتتدرب على السمع هتكتشف انه ما كانش صعب، بس محتاج تدريب، محتاج تبقى فاهمه. طيب لما هي تتكلم وتحس جواك احساس زائف، تحس جواك انها بتلومك، الخطوات يلا دافع وهجوم، لا وقفهم واسكت، وهتلاقيها بعد ما خلصت بقت افضل، بقت احسن. انت كده هتحس ان انت حليت مشكلتها من غير ما تتكلم، بصمتك وسماعك واحساسك حليت مشكلتها، فانت هتبقى احسن، هتخرج من الكهف بتاعك اسرع واسهل، والدنيا بقت وين وين، احنا الاثنين الدنيا كويسه، مشكلتك اتحلت وانا مشكلتي اتحلت، ان انا حليت مشكلتك بس مش بالطريقه بتاعتي، الطريقه بتاعتك انت. طيب هي بقى ده كده احنا اتكلمنا على شويه كده هو يعمل ايه. هي تعرف ان الكهف ده مش حاجه شخصيه، هو مش بعيد عنك علشان بعد عنك، علشان ما عادش بيحبك زي الاول او ما عادش مهتم زي الاول، لا ده هو ده طبيعه الراجل، هو كده ده طبيعته زي ادم قبل خلق حواء، هو يقفل على نفسه ويعيش مع نفسه في مشاكله، فده احتياج ان هو ينسحب علشان يتعايش مع الضغوط والحياه اللي هو بيمر بيها. طيب اطلبي منه ممكن نتكلم واحكي معاك وما تقولش حلول وسيبني اخلص كل اللي جوايا وانا مش طالبه حلول، عادي في كتير هيتفاهم الموضوع ده وخلاص المشكله اتحلت. طيب اعرفي ان هو لو جوه كهف وقفل على نفسه ده مش معناه ان هو مبطل يحبك، هو لسه بيحبك بس هو بيصارع جوه صراع هو نفسه لا يعلم عنه شيء يعني. طيب لو بتكلميه وحاسه ان هو مش سامعك افتكري موضوع 5%، واستني شويه لحد لما يلاحظ ان انت لسه موجوده وبعدين كملي تاني، هو يعني في الوقت ده خلاص هو فكره راح في حته تانية خالص، ف خلاص اهي ركزت معايا تاني نكمل الموضوع مش شخصي. طيب لو هو جوه الكهف حاسسين ان هو محبوب ومقبول على وضعه زي ما هو كده، ده بيسهل له الخروج افضل، يحس ان الناس بره الكهف لسه بيحبوه لسه عايزينه. اخر نقطة ربنا ادانا حاجة حلوة قوي 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 اسمها الحب بين الزوجين، زي ما ربنا ادى لآدم جنة عدن وهو كان غرسها حلوة قوي قوي، بس اداها لآدم يعمل فيها ايه، يحفظها ويرعاها ويعملها. ربنا بيدي الزوج والزوجة بعد صلاة الإكليل حب جميل ما بين الاثنين، بس ايه مطلوب منهم ايه، يحفظوا ويرعوه زي ما كان آدم مطلوب منه يحفظ. ففي إحصائيات تخوف بس الحمد لله دي مش من عندنا، ده الناس مستشاري العلاقات الزوجية بره في العالم مش جوه الكنيسة، بره في العالم بيقولوها، بس الأرقام دي نعرفها لينا عشان ناخد بالنا. قالوا إن المشاكل يعني عموما العلاقات الزوجية عموما 50% منهم بره في العالم مش عندنا بتنتهي بالانفصال، الرقم ده كبير جدا ومخيف. ادي 50% متبقي كام، 50% نصهم الحب بيروح. طب وايه، طب مال بيكملوا مع بعض زي ليه ما انفصلوش، عشان خاطر المسؤوليات والاولاد والنص التاني اللي هو بقى ربع كده خلاص، ده اللي بيستمر وبيقدروا يحافظوا على الحب ويقدروا يحافظوا على النبتة الصغيرة اللي ربنا اداها لهم يحفظوها تكبر وتبقى افضل واحسن. ده بره في العالم، نشكر ربنا هنا الوضع مختلف. صحيح الشيطان له دور وذكي وبيعرف يوقع، بس احنا لا نجهل افكاره ولعيبه، احنا المفروض عارفين، والكنيسة معانا ومعانا اباء كهنة واباء اعتراف جمال جدا بيقدروا يفهموا حركة الشيطان فين، او خدوا بالكم في وصايا في صلاة الاكليل جميلة لو نسمعها كل مرة نحضر فيها صلاة اكليل كأنها لينا احنا، الوضع يختلف. طيب بلاش نحس ان احنا حالة خاصة قوي، احنا الكلام ده بعيد عننا، احنا لو بعدنا عن ربنا لو سيبنا ربنا هنبقى زيهم، ممكن نبقى من اهل العالم ونبقى الاحصائيات دي وقع علينا، فاحنا طول ما نمسك في ربنا
طول ما الإحصائيات دي بعيدة عننا، طول ما المشاكل بعيدة عننا. حاجة تانية، نقبل الاختلاف. ربنا خلانا متكاملين نكمل بعض، مش متشابهين. عارفين المغناطيس الأطراف الأقطاب المتشابهة بتتنافر، احنا بنتجاذب عشان احنا بنكمل بعض. اللي انا ما بعرفوش هي بتعرف تعمله وابقى فرحان انها بتعمله، واللي هي مش قادرة عليه انا بعرف اعمله. عشان كده الحاجات اللي في المجتمع اللي دلوقتي، الافكار الغريبة الشيطانية اللي موجودة، حاجات ما تنفعش، المثلية والكلام ده، نربي اولادنا مش ده اللي ربنا عامله. لا، ده ربنا مخلينا بنكمل بعض مش نشابه بعض. طيب، اللي الطرف التاني منتظر مني ان انا اعمله مش هو اللي انا فاكر ان اللي الطرف التاني منتظر مني ان اللي انا اعمله. لا، ده انا افهم الطرف التاني، افهم هو عاوز ايه، هي تفهم هو عاوز ايه. طيب، اخر حاجة، حل المشاكل بيعتمد على التفاهم ما بين الزوجين اكتر منه المحبة ما بين الزوجين. بمعنى لو الحب موجود عالي جدا بس التفاهم مش موجود، واحدة في واحدة الحب ممكن يقل. انما لو التفاهم موجود والحب لسه صغير، واحدة في واحدة مع حل المشاكل والمواقف الصعبة بيزيد ويزيد. ربنا يحافظ على بيوتنا وأسرنا كلنا. ربنا يعوضك، دي محاضرة ظريفة جدا، وفي نفس الوقت دي كأنه بيكمل الكلام اللي أنا قلته في الصبح في العظة، البعد عن الكتاب المقدس. شوف الكتاب المقدس طلع منه حاجات علم نفس كتيرة جدا، حاجات كويسة جدا من الكتاب المقدس. عشان كده ما كنت بقول لكم كل مشكلة لها حل في الكتاب المقدس. كل مشكلة، هات أي مشكلة لو بحثت كده تلاقي لها حل. الدلع اللي احنا بندلع بيه أولادنا ده لحد في الكتاب المقدس. صور ناس بتدلع أولادها قوي، وناس بتقسو على أولادها قوي، دي تلاقي لها حلول في الكتاب المقدس. يعني هنا بيقول لك ممنوع، بيقول لك في الكتاب المقدس من يمنع عصاها عن ابنه يمقته. ازاي يعني؟ اضربه؟ هيتأدبه؟ ما يمسبوش؟ يعني ما ياخدوش الدلع بحيث انك انت تمنع التأديب؟ التأديب مطلوب. نيجي الايام دي نسيب العيال على مزاجها وعلى راحتها، الولد بيتأخر بالليل ما بنسألش، بيلعب بيتعب في الموبايل لغاية الساعة 2-3 الصبح وما بنسألش. فتلقى كل حاجة في الكتاب المقدس. التدليل، يوسف لما قبله أم يسمى الأول خلى أخواته يكرهوا وكده، زي ما يكون واحد يكون عيل محبوب أكتر من التاني، يحبه أكتر من التاني، ومش بيحبه بس بيدلعه أكتر من التاني. التاني بيصر له كده من تحت لتحت، يشوف يدلع ابنه يكره يكره، يقول ده مش بيحبني أنا، هو بيحب فلان أكتر مني، فده مش كويس في التربية. الحاجة التانية مثلا عملية إمكانيات الإنسان، لازم ينمي نفسه بنفسه. لازم دلوقتي الحياة مش للكسلان، الحياة للمتفوق. لازم تتفوق مش في الشر، تتفوق في حياتك الحلوة كويس. كل ما تلتزم بربنا وتقرأ في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس ينور عينيك، ينور فكرك، ينور حياتك. ربنا يكمل الأخ مايكل بالمحاضرة الحلوة دي الجميلة والسلسلة الجميلة اللي انتم ماشيين فيها، ويعوضكم إلهنا كل مجد دائما أبديا آمين. حد يحب يسأل أي سؤال؟ اللي يحب يسأل أي سؤال في الموضوع ده؟ بس
حد عاوز يسأل أبونا أسئلة؟ حد عايز يسأل أسئلة؟ ها؟ كله حلو؟ إيه قولي إيه؟ لا مش أنا هي. خلاص بكي شكرا ليك شكرا.